تسليم كاميليا الى الكنيسه، الى الكنيسه اعتقالها في مكان مجهول بعيد عن عين القضاء، بعيد عن عين النيابه، بعيد عن رقابه احد، انما هي مغيبه كمسلمه في سجون الكنيسه المسلمه من سنه ونصف. يعني لا توجد كلمات تستطيع ان تعبر عن حجم. قلت انا كلمات، قلت كلمات وانا متغمل 21 يوم ومتكتف وقاعد، قلت كلمات. قلت انا كاميليا، انا كاميليا اخت وفاء قسطنطين في سنتكم الطين، انا كاميليا وصمة عار في جبين الابطال الحرار، انا كاميليا جيت من نفسي اعبد ربي بكل حواسي، رب الهي شرح لي صدري، قمت اعيط انا من بدري، قمت اعيط من غير مدري، ورحت الازهر انا من بدري، رحت الازهر علشان ازهر وانطق فيها احلى ايمان، واخشع واسمع كل اذان، واسمع ترتيل القران، دعك من سجع الكهان. قابلني اخوه ولقيت اخوه مدوا ايديهم، شفت الفرحه جوه عينيهم، لكن القصه كبيره عليهم. ايه يا ابو يحيى الامن خدعنا؟ لا يا كاميليا ده احنا اتباعنا. ولقيت اخوه مدوا ايديهم، لكن القصه كبيره عليهم، امن الدوله ده جاي يضحي بكاميليا ولابو يحيى اياك تلعب في اللاهوتيه، واياك والوحده الوطنيه، ده احنا هدفنا رضا البابويه وقدسته ما يكون زعلان. يا امن الدوله ده فعل جنان، ده كلمه قالت في القران، لن ترضى عنك الرهبان حتى تتبع الصلبان. انا كاميليا هموت وبوصي، اللي هتسلم تيجي تضحي، وياك ترسي زي ما ترسي. حسبنا الله ونعم الوكيل. كاميليا مسلمه من قبل ما تعتقل بسنه ونصف، كاميليا لا تحتاج الى توثيق الازهر، كاميليا خطت وثيقه اسلامها بدمائها وبصفها. حضرتك كاميليا قالت لي انه هي خطه وثيقه اشهار عند واحد اسمه محمد اللي وصلها لي، عرفت كتباها وانا سالته عليها اللي موجوده، وبعدين لما قبض عليه الشخص ده الامن اصر انه ياخدها، زي ما الامن ساب لي حاجات كتيره جدا في الشنطه واصر ياخد صور كاميليا المنتقبه، يعني بحث بدقه ساب لي حاجات كتير قوي، لكن اخد صور كاميليا المنتقبه، لكن هو ما عرفش ان انا اعرف اجيبها من الاستديو. نعم. الأمن أخفى صور كاميليا المنتقبة، أخفى وثيقة كتبتها إقرار بإسلامها وتركتها عند المدرس محمد صلاح زميلها في المدرسة. الأمن بيحاول يخفي معالم هذه الجريمة الإنسانية، الجريمة التي تخزي يعني من فعلها، وهي وصمة عار في جبين النظام المصري وفي جبين مصر، حتى يأذن الله عز وجل بتحرير هذه الأسيرة وأخواتها الأسيرات في الأديرة. سؤالنا لو كانوا طالعين هم، سؤالي انا بقى بيحي. نعم. لو كانت هي فعلا بمشكله عائليه زي ما بيقولوا، مشكله ليه جوتس ابونا ما خدهاش في ايده كده انجشها يعني بلغه الشارع وروح بيها؟ نعم. ليه جوتس ابونا روح وهي استنت؟ نعم. عرفت دي نقطه. لو كان كده ليه طلع احد الاغبياء يقول هنعمل لها غسيل من الغسيل؟ الان بقى غسل من عرفت مفهوم. ليه ما يعمل لها غسيل من الغسيل؟ انتوا بتكلموا مين يا جماعه؟ بتكلموا الصم البكم العمي اللي ما فهموش يعني ودي بقى كون انك انت انه تخفي حقيقه وتقول اصل ده كانت مشكله عائليه وبتاع، دي تتطلب الاتي بقى عشان ترضونا. عرفت اصل هو الامن عمل يعني والحكومه وقعت في حزبيس بترضي 5 مليون على حساب 75 مليون، انا بقول 75 مليون على المصريين بس، مش هقول مليار وشويه. نعم. عرفت بترضي دول على حساب دول، انه طب على الاقل اعملوا محضر زعك سلطات. السنج والمطاول والبلط والبتاع اللي طلعت، والاباء الحزام الاسود بقى، الحزام الاسود الاباء اللي يمسكوا في دراعات بعضيهم ويوحوا جواهم البلطجيه اللي يهتفوا ويعملوا، وكان ده السياج الممنوع. يعني فين تدخل الامن في ده؟ مين اللي بيحارب؟ طيب فين المصداقيه بعد كده؟ لما يطلع واحد من ابائنا ويقول مراتي اتخطف تشرف؟ او انا اقول دلوقتي علشان نعيش في سلام وامان يا جماعه، عشان نعيش في سلام وامان وعلشان نكمل مع بعضينا، يبقى المفروض الامن يعين على كل زوجه كاهن 2-3 حرس، عشان لما تهرب عرفت ازاي هيتخرب الدنيا زي كده. عرفت كان زوجه كاهن دي خارجه عن القانون،
كأن زوجة الكاهن دي مستثناة من ما ينفعش تمارس حقها الدستوري أو ما ينفعش دي، بغض النظر عن إنها أسلمت وإحنا متأثرين عليها، والله يعني وجدنا فيها دماسة خلق الإسلام وخلق الإسلام والفطرة يعني وكده. وعلى فكرة ما فيش عليها ده صليب، نعم عرفت ولا موجود يعني، نعم عرفت، ففطرة فطرة الله سبحان الله كانت موجودة في كامل يعني. المواطنة من حقها تمارس عقيدتها. طيب انا بقول لك تطلع كاميليا تقول انا اسلمت وتنصر، او تطلع تقول القصه دي ما حصلتش، كانت عند ابن خالتها، ما تعرفش هي ابن خالتها ولا علاقه بيه، عرفت؟ فما يعني كلمونا كلام معقول، قول الامن زي طب ما هو هيرضي 5 مليون ولا هيرضي 75؟ لو قال ده اسلمت وانا رجعتها هيزعل 75 مليون، لو قال ان هي مشكله عائليه اصبح دلوقتي لازم 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 يتحاكموا، الناس دي لازم تتحاكم. وفعلا ده بلاغ مقدم من شهود العيان اللي في القضيه، شهود العيان الذين عاشوا القصه، بلاغ مقدم الى النائب العام، بلاغ مقدم الى ضمير كل مسؤول، بلاغ مقدم الى ضمير كل مسلم، بلاغ مقدم الى 1.5 مليون من المسلم حول امراه مسلمه اسرت وتلقى الان في سجون الاديره، ربما تذبح، ربما تقتل، ربما يهتك عرضها، ربما تختفي الى الابد ولا يعلم لها قبر كما حدث مع وفاء قسطنطين واخواتها. حقيقه الماساه لا يوجد كلام يصف هذه الماساه، انما انا اعتقد ان هذه نقطه الصفر التي يجب لكل مسلم عندها ان يستيقظ وان يقوم بدوره تجاه هذه الاسيره المسلمه وتجاه اخواتها. في نهاية الحوار أصول كده اهتمامهم بكاميليا بالذات أنه لما هي صرحت ببند المالي بس، وهي مؤدبة جدا يعني ما بتصرحش، أظن اهتمامهم أن هي عارفة حاجات كتير أو كده يعني، أن لازم تيجي دي عشان نعم وهي يعني فعلا ربما يكون القساوسة بيداروا فضايحهم. نسيت أقول لك نقطة، كان برضو حد شككني فيها من الأمن، اتصل بي وهي لسه عندي وشككني فيها، قال لي دي الكنيسة دسها عليك. اكيد كل اساليب التحقيق وطبعا جوه تمت عمليه بلطجه، دي بنت معرفش ماشيه في الحرام مع حد ويقول لها هي وابو يحيى ما طلبش منك يتجوزك ومش عارف ايه، يعني عمل كذا وقيعه. في الاخر تمت عمليه بلطجه وعمليه اعتداء صريخ على فتاه على امراه مسلمه اسلمت، لو كانت يعني مسيحيه، لو كان ما كان احد يقرب منها. شيخ ابو يحيى، احنا في نهايه هذا الحوار بنشكرك، جزاك الله خيرا، ونرفع كف الدراعه في رمضان ان ننجي الله عز وجل اختنا الاسلام. انا 21 يوم وانا عينيا مغمضه ادعو الله لكاميليا، نستودعها الله، وان شاء الله يعني يجب علينا جميعا دور تجاه هذه الاسيره المسلمه، وهذه القضيه لن تنتهي ولن تموت، وان شاء الله هناك فعاليات كثيره لتفعيل هذه القضيه والمطالبه بمحاسبه المسؤولين الذين قاموا بهذه الجريمه. ونسال الله ان يتقبل من اختنا كاميليا دعاها عندما دعت عليهم ان ربنا يجمد الدم في عروقهم. اعتقد تقبل. نعم. نسال الله جل ان ينصرها وان يحفظها وان يفك اسرها. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.